هلا صار معنا محمد أنور صايمة، مسؤول موارد البشرية في مؤسسة سوريا الغد، هو معنا من القاهرة. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح النور. صباح النور أستاذي. صباح النور أستاذي. هلا بيك. تفاصيل أكثر عن المشروع وأيضا عن المستفيدات منه. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية صراحة من واجب المسؤولية الاجتماعية تجاه أهلنا والأمهاتنا السوريات اللي صراحة تقطعت بهم السبل في بلدنا مصر، فكانت بداية فكرة هذا المشروع، وهي صراحة فكرة رائدة بالعمل المؤسسات السوري. خلينا نقول احنا يمكن نعتبر انه المؤسسة يمكن الوحيدة اللي عندها هذا المشروع، وإن شاء الله عم نشتغل على تطويره أكثر. الهدف من هذا المشروع هو أنه نحن نأمن خلينا نقول السكن بالحد الأدنى اللي هو الحماية أو الأمان للسيدات اللي تقطعت فيهم السبل، اللي من دون معيل، ممكن تكون مطلقة وما عندها حدا أبدا هم مثلا في مصر، أو سيدة كبيرة بالعمر إجت هون على مصر وما بعرفت وين بدها تروح بحالها، مثل ما بيقولوا يعني خلينا نقول بلغتنا الدارجة، بحيث انه احنا نأمن لهم ولو يعني مساحة للأمان، ممكن تقريبا يعني مدتها 6 شهور. نحن يعني هي ضمن الشروط نحن اللي بنستقبل فيها، انه احنا السكن عندنا بيكون لمدة 6 شهور، لبين ما السيدة يعني تكون ضبطت أمورها، عرفت شو بدها تساوي، تعرفت شوي على البلد أكثر أو رتبت أمورها. طبعاً هي 6 شهور قابلة للتجديد في حال مثلاً الوضع ما تحسن، أو في حال لا كان في ضرورة فعلاً لاستمراريتها وجودها بالسكن. فطبعاً نحن ما حنطارعهم، بالعكس نحن ندعمهم أكثر ونشوف نحن شلون ممكن كمان نساعدهم من نواحي تانية. حلو. يعني هلا انتم بتامنوا السكن للسيدات، خلينا نقول المقطوعات مثلا بدون مأوى، وبتامنوا له كمان فرصه عمل، صح؟ تماما. فرصه العمل بلشنا بقى نحن نفكر انه نحن هدول السيدات نحن بدنا، ما بدنا بس انه نامن لهم سكن ونتركهم بعدين، لا نحن بدنا نحاول قدر الامكان نعطيهم ادوات ووسائل حتى هن يقدروا يوقفوا على رجليهم، بحيث انه لما يتركوا السكن يقدروا هن يصرفوا على حالهم، يقدروا يامنوا امورهم. فنحن في عندنا اكثر من برنامج لهذا الموضوع. طبعا البرنامج الاغاثي نحن في بعض السيدات اللي وضعهم سيء كثير نحن بنعطيهم معونات مالية ومعونات عينية من المؤسسة بشكل مباشر بيتم أخذها، بالإضافة أنه إحنا في عندنا حاليا بداخل السكن عملنا مشروع مطبخ سوري، مطبخ بيقدم وجبات أكل، في عندنا بيجينا طلبات أكل، بيجينا طلبات خلينا نقول الفاست فود اللي هو طبعا بطريقتنا يعني الكبة واليلانجي، هاي الأمور اللي ممكن تخلص بالثلاجة. تمام. بالإضافة هلأ ضفنا عليها مبدأ المونة كمان، وبيتم تسويقها للمحلات السورية وبيتم بيعها، والحمد لله يعني المشروع يعني مغطي تكاليفه التشغيلية مثل ما بيقولوا تماما، وعم يحقق لهم إيراد لهدول السيدات. وبنفس الوقت ما دام السيدة دخلت بمشروع وأخذت إيدها على الموضوع، فبتتشجع أنه هي ممكن بالمستقبل ممكن تعمله ببيتها. تماما. ممكن هي تنطلق فيه لهذا الشيء، خاصة أنه خلاص هي عرفت خلينا نقول تجرأت ودخلت سوق العمل بشكل او باخر، هذا الشيء مساعد. خلينا نحكي شوي عن ظروف السكن. يعني اليوم انتم قادرين تستقبلوا كم سيده بهذا السكن، وبالغرفه الواحده بكم سيده؟ ظروف العمل مثلا اذا سيده هي مو حابه تشتغل، عندها ظرف صحي، تعبانه نفسيتها، يعني تتعدد الأسباب، هل عندها هاي رفاهية أنه هي ما تشتغل بهذه المشاريع المنزلية، ولا لا لازم كل سيدة موجودة بهذا السكن أن تعمل؟ تمام. أولا بالنسبة أنه هل هي ملزمة بالعمل، لا نحن هذا العمل نحن مساعد لهم من شان نحقق لهم مثل ما قلت لك إيراد مادي، ولكن إذا السيدة ما لها أدرانة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نحن ما بنلزمهم بالعمل. يعني هذا المشروع هو بالنسبة لنا هو مشروع تشغيلي لهم، يعني اللي بتحب تشتغل مثل الوظيفة، حابة تشتغل حيجي لها إيراد إضافي للشيء اللي هي أصلاً ممكن تكون عم تاخده من المؤسسة. بالنسبة للسكن نحن يعني الطاقة الاستيعابية تبعنا احنا قليلة شوي، تقريباً 14 سيدة أو 15 سيدة. هو السكن تقريباً عبارة عن 8 شقق سكنية، بكل شقة نحن في عندنا سيدتين،
طبعا وجود الاطفال الذكور يعني لحد سن معين، يعني احنا اكثر من 9 سنين او 10 سنين بنعتذر منهم لخصوصيه السكن، يعني السكن كلياته سيدات، يعني حتى نحن كاداريين ما بنروح على السكن يعني ما الا من بتطلع. خلال المسؤوله تماما، اللي بيكون في مسؤوله اذا كان في زياره مثلا تفقديه لاحوالهم لاحوال الساكنات من الاداره، بيتم تبليغهم قبل بوقت مشان يجهزوا حالهم، يعني مشان حفاظا على خصوصيه السكن. طبعا حلو. السكن طبعا مؤمن، يعني حتى احنا امنينه بابواب حديد ومامنينه بكاميرات مراقبه مشان يعني ما حدا يتعرض منه لاي نوع من الأمان. تمام او الاساءه مباشره او غير مباشره. يعطيكم ألف عافية، الله وشكرا يعافيك يا رب. شكرا لكم محمد أنور صايمة، مسؤول الموارد البشرية في مؤسسة سوريا الغد، كنت معنا من القاهرة. نهارك سعيد. نهارك سعيد. الله يكرمكم، الله يكرمكم يا رب. شكرا لكم.